Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ. Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας. Καλημέρα σας, ακούτε την φωνή της Ελλάδας ανάλυση στα αραβικά. Σαββαχ αλ-Χαίρ, ο οικονός Λαχμπάρ, μιζάτη Σαούτα Λιουνάνη, ο αφήκον πίχα ο Βαλίδ Ελιάς. بحس رئيس الوزراء اليوناني الكتسيب هاتفيا مع جماعة ومسؤولين أوروبيين مسألة عدم تواصل أثينا مع الدائنين اتفاق بشأن منح اليونان حزمة أنقاذ جديدة. وأفاد بيان صادر عن مكتب رئاسة الوزراء اليونانية أن تسيبراس بحث هاتفيا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك مسألة عدم التوصل إلى حل بشأن حزمة إنقاذ لليونان. وفي 22 مايو أيار الجاري تمكن اليونان في التوصل اتفاق مع الدانيين بشأن إفراج عن شريحة مساعدات مالية لأثينا. وأيضا مطلع مايو الجاري توصلت اليونان مع الدانيين إلى تفاهم حول إجراء تقشف جديدة ما يؤهد الطريق أما تزويد أثينا بدفعة جديدة من قروض ضمن حزمة الإنقاذ المالي الثالثة. وبموجب الاتفاق ستلجا اليونان مزيد من سياسات التقشف تشمل استقطاعات من رواتب التقاعد اعتبارا من عام 2019 والتدابير المتعلقه بدوله الدخل في عام 2020 لتوفير 33